السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعناكم في فيديو جديد. طبعا عملنا استفتاء وعلى طلبكم انتو حنعمل الفيديو هذا. طبعا يا جماعة الخير اليوم حنشوف ايش صار في الكتاكيت اللي هو تحت اللي هو الرومية. فاللي بدي اياه منك انه انت تضلك لاخر الفيديو على اساس انه انت تستفيد بشكل اكبر. لو انت اول مرة بتفوت قناتي ياريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس ليصلكوا الجديد. حبايبي متابعيني بدي تنزلوا لي بلايكات، بدي حبطرش لايكات يا جماعه الخير، وخلينا نروح نشوف ايش صار في الكتاكيت. تمام يا جماعه الخير، زي ما انتم شايفين هذه هي الروميه اللي انا حطيت تحتيها اللي هو البيض اللي هو الدجاج، وهيو فقس. هلقيت احنا حنشيلها وحنعرف ايش في تحتيها. طيب يا ابو ادم، انت شفناك في الفيديو اللي قبل انه انت نقلت الروميات وعملت خربطه كثير. تمام يا جماعه الخير، انا قلت لكم انه هذه الروميه شرسه، فعشان هيك انا شايفين كيف بخاف انه هي تقتل اللي هو الكتاكيت، فلسلامتهم انه انا بخليها مع اللي هو الروميه هذه. تمام، احنا لقيت بدنا ننقلها في بيت اللي هو تاني غير هذا، فخليكم معانا نشوف اللي هو البيض اللي تحت هل هو فقس ولا لا. بسم الله ما شاء الله. تمام، أغلبية اللي هو البيض مفقس أغلبيته. طبعا زي ما انتم شايفين هناخد اللي هو بسم الله ما شاء الله أبيض فحل يعني واحد أسود فحم والتاني أبيض فحم سبحان الله، منظرهم كيوت كتير كتير كيوت، رسمي رسمي. حطولكوا تحت حطوا في الكومنتات عنوان للي هو هذا اللونين. تمام، حطوا عنوان، أنا بديكوا حرية الرأي إن أنتوا تحطوا عنوان. أوبا استنوا 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 استنوا، في جريها شعر، والله في برجليها شعر شايفين رجليها فيها شعر. شكل هذه بنت اللي هو الدجاجة اللي رجلها كانت شعر، فا كيوت كتير. فحنشوف الباقي. والله يا جماعة الخير تربية الطيور يعني كتير كتير حلوة، بنفس الوقت يعني بتستفيد منها. فلازم تشوفين بياكلوا قاعدين في دقن امهم طبعا البديل. تمام يا ابو ادم، انت كيف بدك تستقبلهم الجيت او كيف بدك تعمل لهم اللي هو مكان وكذا، فانا هلقيت بدي اعمل معاكم كل هذا. فاللي بدي اياه منك تضلك لاخر الفيديو عشان تستفيد اكثر، وما استفدتش في شغله هيك بتتفرج يعني على اللي هو الكتاكيت. فبس انا بدي اشوف ايش في اللي هو البيض الرومي اقيمه من تحتيها. الرومي لسه يا جماعه الخير ضايل له 7 ايام وبيفقس ان شاء الله. طبعا انا حشيله من هنا واحطه تحت اللي هو الروميه اللي فوق، بس انا خايف منها خايف تهجم عليا، فانا هعملها استدراج عسكري. فحناخدهم لقيت يا جماعه شيله بيله هيك وباليسا بسم الله ما شاء الله. ثواني اشوف تحتيها ايش كمان ما شاء الله. والله هذا لونه مش ابيض، دير بالكم يا جماعه لونه هيك لون، ثواني اقولكم ايش اللون، سلفر حاجه اشي هيك غريبه، لون غريب يعني لون مش ابيض، يعني انتم شايفينه ابيض بس انا مش شايفه ابيض، شايفه لون هيك غريب للامانه، يعني انا شايف لونه غريب، شايفه سلفر بس سلفر مدرج اللي هو فاتح مش عارف صراحه. ثواني نشوف، ناخذ اللي هو البيض اللي هو فاقس. هيو فاقس لسه توي توي لسه فاقس. ثواني ناخذ اللي هو باقي البيض نشوف ايش قصته. ثواني ماشي نلاقيها احنا
بقول لك كل هذا ما لقيت كاس. تمام. لسه بفقس، بفقسه لسه، لسه بفقسه. ايوه. تمام. تمام، انا هلقيت يا جماعة الخير، حاخدهم في البيت اللي غاد وهفرجيكم ايش تسوي. صارت منظرهم كتير كيوت. تمام يا جماعة الخير، انا هنظف المكان هنا وهاخد اللي هو الرومية هذه، احطها محلها واحط هنا الكتاكيت، لانه هان البيت امن من الجدان، محصن من كل النواحي بالسلك. تمام يا جماعة الخير، انا بدي ابدا انه انا احط اللي هو القش زي ما انتم شايفين. صراحة انا قمت الانتاية اللي هنا، هذه هي. فزي ما انتم شايفين يا جماعة الخير، اهمية البوكسة كتير كبيرة. صراحة تجيني اسئلة بتقول يا ابو ادم احنا الرومي تبعنا ببيض، وبدنا ننقل اللي هو الرومي في مكان تاني زي هيك يعني. فبقول لي اول ما ننقل اللي هو اللي من مكان لمكان تاني بتقوم وبترجع تاني على المكان اللي هي بضت فيه. فانا بقول لك انه انت لازم يكون عندك بوكسة، بغض النظر مش زي هذه، المهم يكون عندك بوكسة وتخليها تبيض فيها. اول ما ترقد بعد 10 ايام بامكانك انه انت تنقلها وين ما بدك يعني. ها هينا حطيتها هان الشارع. تمام، هيا راقدة، راقدة على البيض. تمام، يعني انا لو حطيتها فوق الشجرة حتضلها راقدة. تمام يا جماعة الخير، خلينا ننقل اللي هو الكتاكيت. هاي البيضة فقست اللي تو كانت موجودة، انا بس فتحت عليها خفيف وها فقست، قاعدة بتفقس، اللي فقست خلصت ولكن لسه عرقوا فيها. يعالم مين حيعرق بعديها. ف هناخدهم ونحطهم في البيت اللي غادي. ليش يا ابو ادم؟ عشان هذا البيت مش مأمن كتير من اللي هو الجردان، يعني في خروج اللي غاد، فالبيت هذاك مأمن منيح. فيلا ليتس جو. تمام، اخذنا الام ولقيت حناخد اللي هو الكتاكيت. حناخدهم، ثواني اخذ حبه حبه هيك، ونحطهم في البيت اللي هو في الام. هي لقيت حتحضنهم، حنروح نجيب الباقي. تمام يا جماعة الخير، بعد ما نقلناهم تم معانا اللي هو بطين الرومي، لسه ضايلهم 7 ايام بيفقسوا، وبطين تانيين. تمام، نحطهم تحت اللي هو الرومية. تمام يا جماعة الخير، احنا هنحط اللي هو البيض تحت اللي هو الرومية هذه، وحتاخدهم مش حتمانع. زي ما انتم شايفين حناخدها لقيتها في البيت التاني غاد، فخليكم معنا. طبعا يا جماعة الخير، حننقل اللي هو البيض هنا. فحنحط اللي هو البيض، مش مشكلة هذه اختلفت، ولكن هي متعودة، احنا هلقيت حنقولها ونفرجك ايش بده يصير بالاخر. تمام يا جماعة الخير، احنا حطينا اللي هو البيض، فهلقيتها حترقد عليه وحتاخدوه. هذا هو صراحة بيض دجاج مع بيض اللي هو الرومي، فحنسيبها ترقد عليه، ولكن حنتأكد انه هي رقدت. فهذا من شايفين قامت ودخلت وخلاص رقدت. تمام يا جماعة الخير، البطين اللي احنا حطناهم تبعون الرومي على اللي هو بطين دجاج، حنرجع نشقر عليهم نشوف هل فقس ولا لا. زي ما انتم شايفين اخذ اللي هي بيض. فهلقيت حنروح اللي هو الكتاكيت نشوف ايش صار معاهم بعد ما حطناهم في البيت اللي غاد. تمام يا جماعة الخير، هي اخذتهم تحت جناحاتها. حنبقى نفرجيكم اياهم في فيديوهات تانية، طبعا عشان بدناش الفيديو يكتر عليكم. فا ايش بدك تستقبلهم؟ انا صراحة لسه ما جبت لهمش اكل، فهم بس بيحتاج اللي هو دفء، يعني اول يوم او اول يومين بيحتاجوا بس الدفء اللي هو دفء امهم. ولو عندك ايش يعني اللي هو ام وبدك اللي هو تدفيهم، ان شاء الله انا هعملكم حلقة تانية، لانه الحلقة هذه مش هتكفي.
هعملكم حلقة تانية عن اللي هو كيف بدك تربي اللي هو الدجاج او اي كتاكيت لحالهم من غير ام. فلقيت حنجيب لهم بس اللي هو مية هنا وحنبقى نجيب لهم اكل وحصور معاكم فيديوهات تانية وبس. حبايبي بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبك الفيديو تصلح لايك، لو اول مرة بتفوت قناتي ياريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس لصلك كل جديد. حبايبي تمرش عليكم يوم من ابتسامة، اكثر من الصلاة على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام يا جماعة.